والكذاب. الكذاب يروح النار والمحفوظة يفانوس. الكذاب يروح النار والمحفوظة يفانوس. ايه ده يا بابا؟ بابا انت فاطر يا بابا؟ بابا احنا في رمضان. ما انا عارف يا امنية. ما انت عارف بتاكل يا بابا. هو انت تعبان؟ لا انا مش متعود على الصيام بس يا امنية. طب ليه كده يا بابا؟ انا زعلانة منك يا بابا. انا عايزك تصوم يا بابا. ما انا بصوم اهو يا بابا وانا اصغر منك، وكمان غزل بدأت تصوم اهي. اشمعنى انت يا بابا؟ خلاص بقى امنية بقى عشان ما ازعلش منك. لا يا بابا انا زعلانة منك ومش هكلمك تاني. يا بنتي انت هتديني درس؟ مش انت بتصومي؟ ما حرام يا بابا حرام. انا زعلانة من بابا قوي يا امنية. وانا كمان يا غزل. لا يا حياتي زعلانة من ماما ليه؟ من بابا ليه؟ عشان بابا بيفطر يا ماما. يا ماما انا لقيت بابا بياكل تفاح يا ماما. والله يا أمنية أنا اتكلمت معاه كتير بس أنا هو بيقولي أنا ما أقدرش أصوم. يا ماما ما ينفعش كده. أنا كل أصحابي لما أسألهم بقول لهم باباكم صايم ولا فاطر بيقولي بابا صايم. فلما بيسألوني بضطر أقول لهم إن بابا صايم وأساسا بابا فاطر. نفسي أفتخر بابا قدام صحابي من غير مجد أقول لهم إن بابا صايم. كمان صحابي يقولوا إن بابا بيصلي معانا ويصوم ويقرأ قرآن. وأنا بابا مش بيعمل أي حاجة يا ماما. ما تزعليش يا حبيبتي. ادعي يا رب قولي يا رب اهدي بابا يا رب وخليه يصوم معانا. هو بابا تعبان؟ يا حبيبتي بابا ولا تعبان ولا في اي حاجه تمنعه من الصيام. اذا كان غزل بيصوم. انتوا شاطرين، ما احنا لازم نقلد الناس في الحاجه الكويسه والحاجه الوحشه كاننا مش شايفينها خالص. بس بابا ندعي يا رب ربنا يهدي بابا وان شاء الله هيهديه ويصوم معانا باذن الله. انا جات لي فكره حلوه قوي قوي هتخلي بابا يصوم. ايه هي بقى الفكره دي؟ لما اجي اقول لك. تعالي يا غزل معايا. ماشي يا أمي. طب قولي لي، طب قبل ما تمشي لما اجي هقول لك يا ماما مفاجاه. ماشي يا امنيه. تعالي يلا يا غزل. يلا يا امي. يا امنيه. ايه يا ماما؟ ايه كل التاخير ده يا حبيبتي؟ كنت فين؟ كنت في المكتبه يا ماما. امنيه انا لقيت الحصاله بتاعتك مفتوحه، مين اللي فتحها؟ انا يا ماما فتحتها. فتحتيها ليه يا حبيبتي؟ عشان جبت هديه انا وغزل لبابا. جبتي له ايه بقى؟ طب بصي يا ماما قولي الاول فين بابا. بابا في الجنينه يا حبيبتي. طب انا اروح لبابا في الجنينه وتعالي نشوف ايه هي الهديه. طب تعالي يلا عشان انا متشجعه عايزه اشوف ايه في الهديه. ماشي يا ماما. يلا لفي بسرعه. يلا يا بابا. بابا أمنية وغزل جابوا لك هدية حلوة قوي. جبت لك هدية يا بابا جميلة قوي قوي هتعجبك. يلا افتحي يا أمنية هدية عشان عايزة أشوفها أنا كمان. بص يا بابا أنا جبت لك إيه؟ هتعجبك قوي الهدية. سيبوني بس دلوقتي بظبط شغل، سيبوني. طب افتح الهدية يا بابا. لا مش دلوقتي بس بخلص شغل. ده أمنية وغزل فتحوا. أنا بقول لك عندي شغل بقى ما تزهقنيش دلوقتي. يا بابا أنت بتلعب بالتليفون، طب أنا أتكلم مع مين؟ قول لي اتكلم مع مين يا بابا؟ اتكلم انت طول الوقت يا بابا ماسك التليفون اكلمك ازاي؟ شويه كده مش بتحبني يا بابا. شويه هبقى رايق واتكلم معاك. يا حبيبتي مش انت عندك درس؟ اه يا ماما. روحي حضري الدرس بتاعك. طيب وسيبي بابا دلوقتي. انا عايزه ابوه يشوف الهديه. معلش عشان خاطري هو مشغول دلوقتي، عشان خاطري سيبيه. انت طول وقتك في التليفون. شوفي بقى مذاكرتك. يلا يا امنيه خلصي. خلاص يا حبيبتي روحي دلوقتي يا امنيه حضري الدرس. يلا تعالي يلا يا غزل معايا. يلا ليه زعلتهم كده؟ جايبين هديه وفرحانين وعايزين يوروها لك. بظبط حاجه سيبيني دلوقتي بقى. ادخلي اعملي كوبايه شاي يلا. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. ممكن قولي. المفروض اصلا ما تفطرش قدام الولاد وتراعي شعورهم برضو. ماشي ماشي. وبعدين انت القدوه بتاعتهم المفروض يشوفوك احلى حاجه في الدنيا. ادخلي اعملي كوبايه شاي الاول بس بقى. سيبيني دلوقتي. حاضر. ازيك يا عمو؟ كل سنه وانت طيب. يا عمو كل سنه وانت طيب. فين امنيه؟ انتوا طيبين يا حبايبي. هي امنيه فين؟ امنيه جوه مستنياكوا جوه. هن نعم يا مكه. انت شايفه ابو امنيه فاطر وامنيه بتقول لنا بابا صايم بابا صايم. تضحك علينا.
عندك حق يا هند. يلا بينا يلا بينا. رمضان جانا وفرحنا له بعد غياب. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامل ايه؟ امنيه جوه الحقي ملناش دعوه. يلا جدعه يا سوكا. السلام عليكم. السلام. فين امنية؟ يا جوه انت. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده انت، انت شكلك بقى بتطلع من اوائل طالما غايب الزي بتاع المدرسه والشنطه، مع انك جاي درس المفروض تيجي خفيف كده. شكلك مذاكر مذاكر. يا حاجه الزهق، انت ما تعرفش اللي فيها دي، ما بقتش مدرسه. مدرسه؟ ايوه. ماشي يا حبيبي، بس طيب ادخل جوه حبيبي. انت طيب يا عم. ماشي. ايه ده حبيبي؟ في حاجه ولا يا عم؟ وشك ده حبيبي؟ لا فلوس المدرسه. ماشي حبيبي بهزر معاك. ماشي ماشي. صايم يا حبيبي؟ ايه ده عم؟ ايه ده شاي؟ لا قهوه. طب ما خفيف يلا، خلص طلعت معايا شويه. ماشي يا عم. انت فاطر؟ ايه فاطر يا ابني، خش بقى خلاص انت مالك. يا الله. يلا حبيبي خش يا حبيبي. ماشي 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 ماشي. كنت هترقص ولا ايه؟ شفتوا اللي انا شفته؟ ايه؟ ابو امنية فاطر وامنيته لنا ايه؟ بابا صايم، بابا صايم. شفت يا مكة؟ يا مكة ده كان ماسك كوباية شاي شكلها معمولة بمزاج وبكيف، بس انا كان نفسي اشرب منها مع اني صايم، بس كان شكلها حلو قوي. عارف يا مكة انا بقول له ايه؟ امنية فين يا عم؟ نجم نجم امنية. من غير ما اكلمه الراجل ده شكله دمه تقيل وفظيع. انتوا عارفين ابو امنيه عامل شبه مين؟ شبه مين؟ الفانوس ابو شمعه. انتوا ايه؟ ما تتكلموش على حد عشان حرام كده، احنا اخدنا سيئات ياما. غني يا صالح. ماشي يا هند. رمضان جانا وفرحنا له بعد غيابه، اهلا وزمان غنوا امنية. احنا ملناش دعوه. حاضر. ملناش دعوه بحد. ملناش دعوه. احنا نقول ايه؟ اللي ايوه كده. المسمار دوت تركيبته غريبه خالص، عارفه مسكت في بقه لقيت ايه؟ يحب العوم على طول. المساله دي ازيكم؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا امنيه. يا امنيه امنيه اللي قوليلي، نعم، هو الفطر بيعملوا فيه بيعملوا فيه ايه عند ربنا؟ بيروح النار يا يا سوكا. صح. طيب يا امنيه، يا ترى ابوك هيخش النار ولا الجنه؟ هو ابوك فطر ولا صايم؟ لا انا بابا صايم. طب قولي لي انت يا هند، الكذاب بيعملوا فيه ايه يا هند؟ بيروح النار. بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا امنيه، انت كدابه. هقولك انت كدابه ليه؟ عشان واحنا داخلين شفنا ابوك وهو بيشرب شاي، يعني انت كدابه، يعني ابوك فاطر. يا فاطر رمضان يا خاطر دينك احنا نفس عليك، يا خاطر دينك يا خاطر رمضان يا خاطر دينك احنا نفس عليك. طب والكداب؟ الكداب بيروح النار النار بالمحجوزة، يسألوا الكذاب بيروح النار.
الله وبركاته. اتفضلوا. شكرا يا مستر. حلتوا الواجب؟ اه يا مستر. نعم يا حبيبتي. خلي بالك انا زعلانه من صحابي قوي. ليه يا امنيه خير في ايه؟ لا انا اللي هحكي لك يا مستر بقى. بص يا مستر، احنا واحنا داخلين شفنا ابو امنيه بيشرب شاي ماشي، فجينا نساله امنيه، قامت جت امنيه كذبت، وانت عودتنا ان احنا ما نكذبوش صح؟ صح. هي قالت بقى ان ابوها صايم، سالناها قالت ابويا صايم، قلت لها لا يا امنيه انت كذابه عشان ابوكي فاطر. اولا يا سوكا انت مالك؟ يشرب شاي ولا يشرب قهوه؟ انت مالك؟ يا مستر عادي يا مستر، انا بس كنت بسال عشان هي بتقعد تقول انا ابويا صايم انا ابويا صايم انا ابويا. انت دلوقتي تعرف ظروفه؟ تعرف هو فاطر ليه؟ لا. مش يمكن تعبان ومخبي مش عايز يقول لنا؟ يا مستر عادي، ما احنا كلنا بنكونوا تعبانين يا مستر وما بنفطروش. مالكيش دعوه، انت مالكيش دعوه، دلوقتي داخله البيت بتاع الناس، ما ينفعش تتكلمي. ايه تشوفي تشوفيه ما ينفعش تتكلمي فيه، مش اي حاجه تشوفها في البيت تتكلمي فيها. يا مستر اصلا هما كانوا عمالين يتكلموا وابو امنيه فطر، وانا اقول لهم لا ملناش دعوه بحد، انا لما اجي لمصر هشتكي له. حتى لما دخلت شفتني بغني معاهم كنت ماسكه الكتاب وبحل، انا ماليش دعوه، انا قلت اقول لك بس. جدع يا سوكا. احنا يا سوكا مستر. ايه يا مسمار؟ احنا نقولوا ايه؟ اللي لينا ولا علينا؟ اللي لينا ولا علينا؟ كان بيشرب شاي بجد؟ اه. وانت مالك يا مسمار؟ مش عيب كده يا مسمار؟ انا مالي في جيبه يا مستر. عيب يا ابني ما تردش عليا. عيب يا حبيبي. انا اسف. كلكم تاسفوا الامنيه. يلا احنا اسفين يا امنيه. احنا اسفين يا بنت عشان انا ما عملتش حاجه. معلش يا تاسفوا لها واحده واحده. تاسف لها. انا اسفه يا امنيه. انا اسف يا امنيه. ماشي. اسف لها. انا اسف يا امنيه. وانت يا سوكا كمان. انا مش موجوده في الاسف. يلا يا امنيه. يلا يا سوكا. انا اسفه يا امنيه. وانت يا مك. انا اسفه يا امنيه. بص يا امنيه، لو هما بيجوا البيت عندك ومضايقينك يا امنيه او بيتكلموا على اللي في البيت، لو عايز تنقلي الدرس في اي بيت من واحده من صحباتك انا موافق. انا لا لا لا، تيجي البيت عندي يا مستر مش هتشوف حد بيفطر خالص. خلاص تمام، ادوني الواجب. يلا اتفضل يا مستر. ترد انت يا سوكا، حد يدخل البيت عندكم ويتكلم على اللي جوه البيت اللي يشوفه جوه البيت يا سوكا؟ معلش يا مستر انا مش قصدي حاجه. يعني يرديك يا مكه؟ بصراحه لا يا مستر. خلاص يبقى عيب ولا مش عيب؟ عيب. خلي بالكم كمان، وانتم الكلام اللي انتوا قلتوه ده هو بيضيع الصيام على فكره، بيضيع الصيام بتاعكم. انا زهقت من التليفون ده. بابا انا زعلانه منك قوي. بابا انا اصحابي كلهم اتريقوا عليا وقالوا لي يلا بابوكي فاطر، وقالوا لي انت ادخل النار يا بابا. حقك عليا يا امي، ما تزعليش مني يا حبيبتي. بابا انا عايزك تصوم. والنبي يا بابا ما تزعلنيش منك، انا عايزه افتخر قدام صحابي واقول لهم ان بابا صايم. والنبي عشان خاطري اهو، بص انا جبت لك سبحه، قلت له انت قاعد تسبح يا بابا تسليك بدل ما تلعب بالتليفون، دي هتاخد حسنات عليها، وتقرا قران برضه هتاخد حسنات برضه. انا اوعدك يا امنيه من اول دلوقتي هصوم واصلي معاك واقرا قران. والسجاده دي جبت لك عشان اصلي انا وانت وماما، جمعنا كده وصلي بينا انا وانت ناخد حسنات انا وماما. ما تزعليش يا امنيه، وانا من اول النهارده مش هزعلك في حاجه والله. بجد يا بابا؟ بجد والله. يعني هتصوم؟ اه والله. ربنا يخليك ليا يا بابا. ما تزعليش مني، انا بحبك قوي. ربنا يخليك ليا يا امنيه. ايوه كده، انت بابا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبتي، انا مبسوطه بيك قوي. وانا بجد بشكرك والله. انا اللي بشكرك عشان تفرحني. يلا بقى ندخلوا نتوضوا ونصلوا. يلا بينا. يلا حبيبي قلبي.
تعالي.